السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم. تفضل استريح. تفضل. نلتقي اليوم من فخامة الرئيس لنجني أحد ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة. مدينة حيوية بالأنشطة، الناس تقدر تمارس فيها كثير من الأنشطة في المناطق الخارجية والمفتوحة. اللي ممكن يتفرج علينا يا دكتور عاصم دلوقتي يتصور هي مدينة شكلها حلو، وده مش غلط بالمناسبة، لكن أنا عايز أفهم الناس اللي بيسمعونا إن إحنا عملنا موضوعات على بعضها، الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدولة بتحتاجها، منها على سبيل المثال حماية الشواطئ. البلاد اللي زي حالتنا دي عايزة ثلاث حاجات، واحدة من ثلاث حاجات، يا إما صبر وعمل، صبر وعمل يعني صبر وشغل بس، وده مسار نشوف نتائجه بعد سنين طويلة، مش احنا ولا يا دكتور مصطفى، مش احنا، مش انا عشان سن يعني، لكن الشباب الصغير والممكن اسمعوا كلامي، بس اسمعوا كلامي. المنصورة الجديدة معمولة بحلاوة وذوق زمان بس بالألوان. مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان، مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة متكاملة هيعيشوا فيها طول السنة، وكل حاجة محتاجينها هيلاقوها. مشروعات سكنية كتيرة ومتنوعة زي مشروع جنة مصر، مشروع سكن مصر، سكن كل المصريين، شقق متميزة وفيلات بتطل على البحر، ووحدات إسكان اجتماعي كاملة التشطيب، ومساحات خضراء وخدمات ترفيهية في كل مناطقها. منور يا رئيس المنصورة الجديدة. طبعا كلكم عرفتوا ان انا ابن من ابناء المنصورة، فانا بقول لكم يعني انا متشرف بوجودكم، واهلا وسهلا بيكم في المنصورة الجديدة. المنصورة خرج منها ناس عمالقة، سيدة فاتن حمامة، استاذ رشدي أباظة، الكاتب الكبير أنيس منصور، الفنان العظيم شريف منير، يعني بص مش قادر اقول لكم حاجه عظيمه 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 والله. كل ده حصل بالاراده المصريه، الاراده المصريه بجد، وسياده الرئيس قالها وانا ما بنساش كلمه قالها لاني متابع طول الوقت، قال عايزكم تبقوا كده. احنا لو بقينا كده وبنشتغل وعندنا ضمير صاحي كله هيمشي، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه القطر ماشي، احنا مش هنقف، الدنيا ماشيه. استاذ شريف انت من المنصوره مش كده؟ انا من المنصوره اهو. حاجه عظيمه جدا. احنا اللي سعداء بيك. شكرا. ربنا يخلي سيادتك يا فندم. شكرا. وبشكركم واهلا بيكم في بلدكم المنصوره الجديده، وتحيا مصر. يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي.
مع حضرتك مهندس عمرو حامد مدير مصنع جراند تصنيع اعلاف الاسماك، الشركه اللي صنعت كل اعلاف الاسماك، الميه العذبه والميه المالحه واعلاف الزريعه واعلاف الجمبري. فكرتنا كان من كلمه حضرتك في الامم المتحده في 2014، جماعه الطيور المهاجره، المستثمرين المصريين اللي عايشين في امريكا، احنا من كنا من ضمنهم اللي جينا مصر، ضخينا استثمارات، حطينا بذرتنا، اول مصنع شغلناه في 2018 وصل حجم انتاجنا النهارده ل 60,000 طن، بنصدر منه 20,000 طن. وصلنا يا ريس للحلم اللي احنا كنا بنحلم بيه، شكرا يا ريس، احنا بنخطط مستقبلنا ومستقبل ولادنا، شاكرين يا ريس. صدقوا بالله. انا بتكلم من قلبي وربنا اللي يعلم والله. يلا 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 غيروا البلد دي كلكم. الحمد لله النهارده احنا يعني بنشرف ان احنا النهارده نقول ان اي سي سي النهارده الحمد لله يعني احنا بنصنع لكبرى الشركات العالميه الحمد لله في مصر وبنصدر انتاجنا كمان للخارج الحمد لله. انا كمان عايز اشكر مبادره ابدا حقيقه بجد، هم كان ليهم دور فعال على الارض حقيقه ومؤثر جدا، وهم قدروا يعني يبقوا زي شورت كات كده ما بيننا وما بين المسؤولين او الادارات حقيقه، هم سهلوا لنا حاجات كتير ووجودهم حقيقه بجد فارق جدا على الارض. واحنا بنقول لهم النهارده زي ما انتم حمستونا وشجعتونا وقلتوا لنا ابدا، احنا بقى من هنا بنقول لكم كملوا كملوا بنفس الحماس والقوه، لان وجودهم واستمرارهم هو مهم جدا جدا. لا يا دكتور محمد مش هسيبك. طب ربنا هو احنا يعني بنستورد منتجات نجمعها ولا بننتج المنتجات دي كلها عندنا؟ لا احنا بننتجها كلها طبعا، بننتجها كلها. طب هو السوق المصري عايز قد ايه؟ السوق المصري يحتاج قد ايه؟ انا فندم شايف يعني في رايي ان احنا عندنا فرصه حلوه جدا جدا ان احنا نصدر، يعني مصر احنا في قطاع التجميل ده احنا عندنا فرصه ذهبيه دلوقتي ان احنا نصدر فعلا. عند حضرتك يعني ناس في مصر ان شاء الله هتشتغل وهتشتغل بهمه وقوه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. والآن نتشرف بدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتسليم عقود وحدات إسكان اجتماعي بمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين. دكتورة رنا حامد عبد الواحد أول باحثة من ذوي البصيرة تحصل على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة عام 2022 وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين لعام 2003 وتعمل حالياً معلم لغة إنجليزية بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة. والآن فليتفضل السيد رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلنا الكرام من محافظة الدقهلية، أستهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد على قدراته الجبارة ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته ويسعى دوماً للبناء وتحقيق السلام والتنمية، وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء. واليوم نشهد معاً مشهداً جديداً من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين وبجهودهم الحثيثة المخلصة والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها. إن مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة هو الوطن الذي تعهدنا معاً على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا لنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل.
شكرا، ومعا نردد دائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا انت مش هتقف، انت هتخش كلكم مع بعض كده، يلا مع بعض. مش دي لا 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 والله اتفضل، واحنا سعداء. يلا مع بعض، يلا مع بعض، مع بعض كله، يلا يلا مع بعض. الف مبروك.
مسابقة بين المحافظات بكل أنشطة ولا المسابقة إيه؟ عشان ندي فرصة لنفسينا وليكم إن أنتم تطلعوا الحاجة الجميلة ديت الناس تشوفها. إن شاء الله نعمل المسابقة ديت على مستوى المحافظات كلها من كده يعني إن شاء الله. حاجة جميلة حاجة جميلة. السلام عليكم. مجهود الموضوع ده وانا كنت قبل كده اتكلمت مع حضرتك في اللي كنت عايزه احضر الماجستير. انا حاليا خلصت الماجستير وحضر دكتوراه. ما شاء الله الف مبروك. الله يخليك يا رب. انا اتشرف والله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. يعني انا بستنى اليوم ده يعني ربنا عالم عشان بيديني حياه وطاقه قد ايه. ربنا يديك الصحه. ودي حاجه بسيطه مني جدا. دي جميله جدا. دي من حجر الفيروز. ما شاء الله. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. انا نفسي امنيه حياتي ان انا ادخل فرقه الموسيقى العربي. انا بعزف اورج كويس جدا والله. وعازف قدام حضرتك دلوقتي. انا في اي وقت. لا لو الاورج جاهز انا اسمعك دلوقتي. لكن ماشي. حاضر حاضر. الله يخليك يا رب. احنا ان شاء الله زي ما قلت لزميلاتك يعني واحنا جايين ان احنا هنعمل ان شاء الله على مستوى المحافظات مسابقه تاخد لها اسبوع تاخد لها 10 ايام كل الانشطه في الرسم وفي النحت وفي الموسيقى وفي التمثيل وحتى في المشروعات الاخرى اللي بتتعمل. هيبقى عندك فرصه. لكن احنا يعني حاضر الموضوع لازم نديها فرصه. حاضر. الله يخليك. انا جاهزه. انا بعزف بقالي 10 سنين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. فامنيه حياتي ان انا يعني فنانه عظيمه كمان. الله يخليك. انا حاولت ادخل كتير قبل كده ما عرفتش. ازاي يعملوا معاك كده؟ إيه لا اللي هو يعني هو يشترط في شروط معينه بس انا خدت الماجستير في مجال الدراما الموسيقيه. ايوه. فا يعني انا امنيه حياتي ان انا يبقى لي المجال ده. المجال موجود. الله يكرمك. احنا محتاجين. الله يخليك. مبسوطه ولا لا؟ طبعا. عايزين نعمل ايه بدل ما نعمل؟ يا خور. اه طبعا. انا بس ده كفايه ان انا قابلت حضرتك كده. ده ده اللي كفايه ان انا قابلت. ونفسي ابقى معاك على طول في اي حاجه. ابقى معاك على طول. انا يسعدني ويشرفني. ربنا يخليك. آه. وحاجه جميله وبشكرك على الهديه الجميله دي. ده حاجه بسيطه. يا نهار ابيض. مين قال؟ ربنا يخليك. دي حاجه جميله جدا. كتر خير. الله يخليك يا رب. عايزه حاجه تاني؟ عايزه اقابلك تاني. حاضر. احنا ان شاء الله في الاحتفال بتاع الموسيقى ده باذن الله. ان شاء الله في اول احتفال جاي. طب حضرتك عايز تسمع عشان اجهزه بقى من دلوقتي. الله. مش عارف المفاجآت يعني. انت تحبي تقولي ايه؟ انا اعرف ان حضرتك بتحب القلب يا عشان القلب. ايوه انا اعرف كده. خلاص اللي انت يعني يبقى يسير عليكي انا هسمعه. خلاص. هيسعدني والمصريين كلهم هيسعدوني. الله يكرمك يا رب. متشكر جدا. العفو. مش عايزه حاجه تاني؟ شرفتني. ربنا يخليك ويخليكي. ربنا يخليك لي يا رب. يحفظك. متشكر. العفو. السلام عليكم. الصحة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده شغل بالابوكسي والخشب خشب ودي ايبوكسي وبستخدم توليف الخامات وتدوير البيئه. يعني الخشب والورد المدفف والايبوكسي وبعض اعمله وصنعت منه صواني. يعني منتج مصري انتاجي يعني الحمد لله. يعني التعليم والسوق ماشي كويس الحمد لله. انا بسوق بتطلب مني منتجات وبدات دي عينات للترابيزات بقى الكبيره والديكورات الداخليه في الشقق بتطلب مني حاجات من دي كويسه الحمد لله. يعني الامور ماشيه. الامور ماشيه الحمد لله. الحمد لله. نورتنا كتر خير. بجد الله شرفتنا. شرفت بيك والله. الله يخليك. شكرا. السلام عليكم يا ريس. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيكم؟ شكرا. ازي سيادتك؟ شرف ليك. ده شغلكم؟ شغل الرهيبات ودارك بسليمان. هنعمل مسابقه ولازم تخشوا فيها. صحيح. متشرف. هنعمل مسابقه على مستوى المحافظات وخشوا بالمنتجات الجميله دي. احنا عاملينها خدمات للكنايس يعني. ما اللي بتعمليه؟
دي حاجه جميله، الخدمه للناس حاجه حلوه، يا رب نعرف نخدم. دير قديسه دمياط يعتبر اول دير رهبنه في العالم، اول دير رهبنه في العالم. ايوه ايوه قديسه دمياط هي الاساس في الرهبنه. نعم. هي ولادنا. ايوه احنا سعداء بيكم، متشرفين بيكم، وحنبقى سعداء ان انتم تشاركوا في المعرض القادم ده بمنتجات طبعا زي ما انتم عايزين. ربنا يخليك، ده شغل الرهبنه الراهبات، تطري زياده ومكان وشغل الاساقفه والكهنه، حاجه جميل جدا جدا. ربنا يخليك، ده انا اللي بتشكر. احنا متشكرين جدا جدا، ربنا يوفقكم وحياتي لهم، كتر خير، متشكر حياتي لهم. ربنا يخليك سياده الرئيس، شكرا. اهلا بيك، اهلا وسهلا، ده شغلكم ان شاء الله. والسوق ماشي كويس الحمد لله. لا صحيح. الحمد لله، والمعرض اللي عملنا في اياد مصر بدا يعني الشغل يظهر تاني. معاكي طبعا ناس بيشتغلوا جروب كبير، والمحاضره وحضرتك نفس الكلام مش كده، والسوق ماشي كويس الحمد لله. شوف انا هقول لك الفكره اللي احنا بنقول عليها، ان احنا نعمل مسابقات والناس تشوف الحاجه ديت على مستوى مصر، وحتى الناس اللي بره يشوفونا، هيبقى فرصه كويسه، هيبقى فرصه كبيره. ولو في اي حاجه ممكن نعملها احنا تحت امرك. الله يبارك. والله ما هي بدايه المعرض اللي هو اتعمل لنا عيد مصر بدا يظهر على الساحه وكده، ونكرر تاني وتاني ان شاء الله. مش عايزين حاجه، حضرتك الله يكرمك، كتر خير، مش عايزه حاجه. الله يبارك فيك. سلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد بلقائكم، احنا اسعد. خلي بالكم انا كنت لسه بقول يعني الحضور اللي موجود ان احنا هنعمل مسابقه في كل شيء بما فيها الموسيقى، فعندكم فرصه كويسه ان انتم بقى تجهزوا، عشان انتم فريق مع بعضكم ان شاء الله كده، تجهزوا حاجه للكلام دوت يعني. ده انا اللي شرف في عزيزي ان انا اشوفكم. صباح الخير شباب، زي الفل يعني. ويحفظكم ربنا، متشكر. اهو الفرصه اهي، والامتحان اهو. تعالي اتفضل، على مهلك. على مهلك خالص، تعرفي؟ انا عازف حاله بسيطه الفنان عمر خيرت. طيب اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ده شغلك معاكي.
بحب اعمل انفه على الجلد على الموسيقيه تحت كده عصر البارون على الكمان. برجع للقرون الزمان الوسطى والقرن التاسع عشر والثامن عشر على طريقه النحت على كمان الخشب بنحته على الجلد بقى الطبيعي. لا حاجه جميله جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. خير. شكري. السلام عليكم. السلام عليكم. كتر خيرك متشكر. بحبك قوي قوي. كتر خيرك متشكر. شرفت ونورت الاهليه كلها. الاهليه من ورا بصحابها. ربنا يبارك في سيادتك يا رب. حاجه جميله جدا. ربنا يخليك لمصر كلها. شكرا. كتر خيرك. ممكن اعرف تبردين دي ليا؟ يعني وانا باخد والله ايه؟ معلش. طيب حاضر. متشكر 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 جدا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شغلك ما شاء الله. خشب طبيعي كله. خشب كله. خشب طبيعي هاند ميد من ناحيه يد. ده انتاج مدينه الاساس. مدينه الاساس. مدينه الاساس. انا ورشتي في مدينه الاساس. وده خشب طبيعي كله خشب طبيعي وناحيه يد. حاجة جميلة جدا. ده شرف ليا يا فندم. كتر خيرك. شرف ليا. لا والله حاجة جميلة. أنا عايز أقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب أول. وأنت طيب. الناس بعيد الله ده. إن شاء الله وأنت طيب. حضرتك عيد ميلادك 19 11 وأنا حظي حلو إن أنا نفس الكلام. حظي. الله يكرمك. ده اللي حظي. أنت نورتني والله. نورتني يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجة جميلة. كل نور.